بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يعمل في شركة 14 عاملا، 14 موظفا، كما في الجدول. جدول موضح اللي هو يكون بهذه الطريقة. هذا الجدول. الفنيين في 6 فني، محاسب 4، وسائق 3، والمهندس 1. أول خطوة طبعا لازم نجمع عدد الموظفين. كم عدد الموظفين؟ هم 6 و4، 6 زائد 4 10، هذه 14. المجموع الكلي كم؟ 14 موظف زي ما قال هو، 14 موظف. إذا اختارت الشركة أحد الموظفين عشوائيا، يعني يكتبوا أسماء، كويس، أسماء الموظفين ويحطوهم في كيس ويختاروا عشوائيا بدون ما يكونوا عارفين وش ما هو مكتوب، زي حقة القرعة بتاعت البطولات، حقت مثلا كأس العالم لكرة القدم أو الأندية وكذا. طيب، فنقول إذا اختارت الشركة أحد الموظفين عشوائيا فوجد احتمالات الحوادث التالية. ما هو احتمال إنه يكون هذا سائق؟ يعني إمكانية ظهور السائق إنه يكون، الاحتمالية بتاعته كم؟ طبعا الاحتمال قلنا هو عبارة عن قسمة، نشوف السائق بيسهر كم مرة ونقسمه على المجموع الكلي. السائق يقول 3 مرات، والمجموع الكلي 14، إذا 3 على 14، 3 على 14. طيب احتمال طبيب، هل يوجد طبيب؟ طبيب ما يوجد، إذا هيكون 0 على 14، 0 على 14 اللي هو الناتج 0. طيب فني وسائق، الفني والسائق كم؟ الفني 6 والسائق اللي هو 3، إذا 9، 9 على 14. طيب احتمال إنه يكون موظف، عدد الموظفين طبعا هم كل عندهم موظفين باعتبارهم، معناه 14، 14 كلهم 14، ونقسم على المجموع الكلي أيضا 14، هيكون اللي هو يساوي 1. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.